وفي السياق أكد السيد رضا منفردي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس أن مدينة الشباب ولدت الكفاءات البحرينية، حيث أن العديد من المدربين الذين قدموا برامج تدريبية متخصصة في مدينة الشباب 2030 هم من المشاركين فيها منذ انطلاقها. تعتبر مدينة الشباب 2030 في نسختها الحادية عشرة استثنائية، وجاء بعد توقف عامين أعتقد بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تعد بصورة وحلة متميزة من خلال المراكز الرئيسة التي تعنى بتقديم متطلبات تدريب الشباب للدخول في سوق العمل، وتعمل على اكسابهم المهارات الأساسية من خلال أكثر من 70 برنامجا تدريبيا منوعة موجهة للشباب بحسب فئات عمرية محددة. أيضا في الوقت ذاته متطلبات مستجدة والحديثة في مختلف الجوانب. واللافت هنا أن العديد من المدربين الذين قدموا برامج تدريبية متخصصة في المدينة هم من المشاركين فيها منذ انطلاقتها، وهي إشارة إلى ثمار هذا المشروع المتميز. فالمدربين في المدينة هم من كافة الكفاءات البحرينية التي ولدتها المدينة خلال السنوات الماضية.